هل يجوز البحث عن الجنازات لنيل الثواب؟ يجوز يا يعقوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة، جعلنا الله إياكم منها.